السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الرجاء من فضلتك توجيه نصيحة للنساء والرجال الذين يتساهلون في الذهاب لطبيب نساء رجل، والطبيبات يملؤون الدنيا. أحسن الله إليك، شكر الله لك هذه التذكرة. أقول بالله تعالى التوفيق، ينبغي ألا تتكشف المرأة على رجل إلا للضرورة القصوى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فستر العورة فرض وواجب بكل المعايير وكل المقاييس، ولا ينبغي أبدا أن تتكشف المرأة على المرأة، حتى على المرأة إلا للضرورة القصوى، وعلى الرجل من باب أولى، لا تذهب إلى رجل إلا للضرورة القصوى. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.